أنا اسمي رشا عبد المنعم محمد، واسم الشهرة رشا الجبالي. أنا بكالوريوس تجارة شعبة إحصاء تطبيقي في سنة 97، وخدت تمهيدي ماجستير، وحاليا بحضر رسالة الماجستير إن شاء الله. أنا بدأت العمل السياسي عن طريق النقابة العامة للعاملين للضرائب العقارية المستقلة، وما كنتش بترشح في الانتخابات بتاعتها، لكن بعد دورة أو دورتين زمايلي ضغطوا عليا، قالوا لي لا، ان انت لازم تدخلي، ما ينفعش ان انت تبقي تساعدينا من بره، لازم تبقي معانا في المراكز وكده القيادية. والحمد لله انا دلوقتي أمينة عام للنقابة في اسكندرية، والحمد لله يعني احنا معظم حتى مجلس الإدارة عندنا من النساء، يعني مش من الرجال. قرار ان انا انزل البرلمان ده كان مطلب من كل الناس اللي حواليا وعارفيني، لان احنا كنا اشتغلنا مع بعض كتير في القوانين وكده، وخاصه قانون العمل كان في حاجات كتيره جدا مش كويسه في المواد بتاعته. حاولنا نعمل رؤيه كمقترح لمسوده قانون جديد في حملة قانون عمل عادل، لكن للأسف يعني احنا لقينا دكتورة ناهد العشري بتمرر مسودة تانية فيها مواد مجحفة جامدة للعمال، فقلنا ان احنا سبيلنا الوحيد ان احنا فعلا ان القوانين تبقى طالعة من مطلب الناس، وهي منحازة لكل الناس مش لخاطر طبقة معينة على طبقة تانية، ان احنا فعلا نخش البرلمان وان احنا نعمل تشريعات قوية تحمي العمال وتحمي الناس وتكون مش منحازة لأي حد. التحديات اللي بتقابلنا قطرة المرشحين الرجال، وفي مناطق كتيرة جدا للأسف لحد دلوقتي بتفكر يعني نظرة المجتمع الذكوري شوية ان هي بتبقى حابة ان الراجل هو اللي يمثلها مش الست. حاليا احنا في الدايره بتاعتنا 38 مرشح، 4 منهم نساء و34 رجال، يعني انا قصادي 37 واحد، وان شاء الله تبقى نتيجه كويسه يعني.